ومعانا تليفون. الو، ومعانا الو، مامة شيف محمد ابراهيم. اهلا وسهلا. انا هسلم عليك الاول بقى وبعد كده ماما بقى. ازيك يا كل محمد، سنه وانت عامل طيبه، ايه؟ ربنا الله يخليك يا رب. يخليك، الحمد الله لله يخليك، تسلم يا رب. دايما منوره الدنيا كده. مامتي بقى مصممه ان هي تكلمك، والله يا يعني محمد، يعني عايزه اقول لك انت من الناس اللي يعني بجد انا بعتز ان انا اعرفهم، جدع ربنا يخليك لابعد يا رب، الحدود، ربنا بقولها يخليك، في ظهرك كتير والله العظيم يا محمد. ربنا يخليك يا رب. ربنا كل يبارك واحد لك، مع ومن بعضه، نجاح لنجاح يا رب ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. ماما بقى عايز تعيد عليكي، بس مصممه كده يعني. ده ياه. مع ماما بقى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا روح قلبي، انت ازيك؟ الله يخليكي، كل سنة وانت طيبة وانت وبخير يا طيبة يا حبيبتي. روحي، مليون سلام عليكي يا رب، يشفيكي الله ويعافيكي يا رب. يخليكي، انت خلتيني عيطت امبارح ومحدش قدر يكلمك، يا روح. ومحمد كان عايز يكلمك، فكان كتير عليك امبارح. والله علينا كلنا. ربنا انت يخليكي يا روح. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله والله في نعمة والله العظيم. كل سنة وانت طيبة ومن نجاح لنجاح، ويا رب يخليك ويديك الصحة والعافية وتفتكريها بالخير يا رب آمين يا دايما. رب، وإياك يا روح قلبي. وعلى فكرة محمد حبي محمد ليا قد حبه ليكي، والله والله حبيبتي بيحبك زي ما بيحب يسلم مامتي. يا رب، والله والله يسلم، عارفة والله واصلني جدا منه والله العظيم. تسلمي ويسلم هو يا رب، وتشوفي أحسن الناس إن شاء الله يا رب، ويبارك لك فيه. والله ما عارفه اقول لكم ايه على الكلام الحلو ده. انا حسيت ان انا عيطت، مش الشعب المصري بس، انا جاي لي رسائل من دول عربيه كتير ومن دول اجنبيه، انت خليتيني عيطنا، انا اسف، حقكم علي، بس والله والله انتوا كلكم على راسي من فوق. تسلموا لي، تسلموا لي يا رب. المكالمه حلوه قوي. تسلم يا محمد وتسلم ماما، ويبارك لك في عمرها يا رب، وما تحرمش منها ابدا، ويديها الصحه والعمر الطويل، اللهم امين يا رب.